بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد وضمن التغطية المستمرة التي نوافيكم بها من هذا المكان من على صعيد منى، ونسعد بين فينة وأخرى بأحد الضيوف المشاركين لنا في هذه الحلقات من أصحاب الفضيلة المشايخ ومن المسؤولين عن عدد من الوزارات والجهات الخدمية في هذا المكان، وأيضا مع بعض الحجاج وغيرهم من أولئك المعنيين بهذه الفريضة العظيمة. في هذا اللقاء وفي اليوم 12 من أيام ذي الحجة، 2 من أيام التشريق، وفي هذه الأمسية العذبة الندية الجميلة، أسعد وإياكم وأرحب أيضا وإياكم بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء في المدينة المنورة، والمحاضر أيضا بكلية المعلمين هناك. حياكم الله شيخ صالح، وأهلا بكم. الله أسعد الله أوقاتكم، وهي فرصة ليهنئ الأمة الإسلامية جمعاء في أي مكان كانت بعيد الأضحى المبارك، سائل الله جل وعلا أن يعيده علينا وعليهم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في هذه الأماكن وفي هذه المشاعر نعيش فرحتين، الفرحة الكبرى بهذا الحج وبأدائنا له ورجائنا بأن يتقبل منا، وفرحة العيد أيضا. ليبقى الحديث إن أذنتم شيخ صالح عن الحج وعن دلالاته في القرآن، عقبا لقول ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إلى آخر الآية. لو حدثنا عن هذه الدلالات. نعم، الله جل وعلا فرض على لسان نبيه 5 من الأركان، ولا يوجد في القرآن سورة مسمى بركن من أركان الدين إلا سورة الحج. قال الله فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. من حيث الصناعة النحوية يأتينا هذه نون نسوة، نون النسوة تعود إلى جمع مؤنث وهو كل النياق، يعني المقصود أن نون النسوة تعود على النياق. فالله جل وعلا من أسلوب القرآن إذا أراد أن يعظم جمعا من الناس عظم الذي الشيء الذي يحمله. قال الله جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يريد الثناء على الخيل عينا، إنما أراد من تحملهم وهم المجاهدون. هنا نفس القضية، نفس الأسلوب القرآني، الله جل وعلا يقول: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الدابة إذا التصق جنباها تسمى ضامر، لكن ينبغي أن يفرق. الدابة إذا التصق جنباها من الأعمال، من السعي، من الحث، تسمى ضامر، فهي من الأعمال لا من الهزال. فيأتين هنا النسوة هنا عائدة على النياق، فشربت النياق وشرف الله ذكرى وأعاد الضمير عليها بما تحمله من الحجاج، وهذا من الدلالات الظاهرة على شرف الحجاج وشرف مقامهم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهذا يبين أن هذه الشعيرة العظمى التي سمى الله سورة من كتابه بها وجعل الإذن بها على لسان خليله إبراهيم، لكن ينبغي أن يعلم أن البيت كان يحج قبل خليل الله إبراهيم. البيت كان يحج قبل خليل الله إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام مر على وادي عثمان فقال: يا أبا بكر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عثمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه وادي عثمان، لكن هذه طريقة من النبي عليه الصلاة والسلام في الأخذ والعطاء والخطاب مع أصحابه، لأن مع طول السفر الناس تمل، فيحتاج الناس أن يتدارسوا شيئا بينهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أي واد هذا؟ قال: عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات حمر يلبون يحجون البيت العتيق. ومعلوم أن هودا وصالحا عليهما السلام قبل خليل الله، قبل خليل الله إبراهيم، لكن إبراهيم لما رفع القواعد من البيت أمره الله أن يؤذن بالناس والحج. ولا يعني لا أعرف قولا لأهل العلم في المسألة، لكن الذي يبدو لي والعلم عند الله أن الحج لم يكن واجبا كما كان بعد أن أذن به إبراهيم. يعني أتباع الأنبياء فيما يظهر والعلم عند الله لم يكونوا مخاطبين بالحج، في حين أن الله جل وعلا خاطب به أنبياءه قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن هذا النداء جملة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، تحقق قدرا وشرعا. ونحن الآن على مشعر منها، وهذه منها أمامنا،
والناس أتوا من كل فج عميق، وأكبر دلالة على كلمة كل من كل فج عميق اختلافهم في الألوان والهيئات، وهم ليسوا أبناء بيئة واحدة إنما أبناء بيئة متفرقة. ولذلك هذه البيئة لا تظهر، لا نكاد نعرف من أي البيئات هم في حال الإحرام، لأن الإحرام جمعهم. لكن عندما يأتي الحل ويرتدي كل منهم الزي الذي يرتديه في بيئته يتبين للناظر اختلاف البيئات، تصديقا لقول الحق جل جلاله: يأتينا من كل فج عميق. جميل. لهذه الشعيرة ولعظمها والتي نادى بها ربنا جل وعلا وأمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينادي للحج ويؤذن فيه، وتبعه بعد ذلك أنبياء الله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه الشعيرة كما هي ركن خامس بأن لها معان عظيمة ودلالات كثيرة توحي لهذا الحاج وللمسلم عموما بأنه أمام شعيرة عظيمة كبيرة، فلو حدثتمونا عن هذه المعاني. طبعا المعاني العظيمة تتحقق في الأمة. حتى تتحقق في الأمة لا بد أن تتحقق في الفرد، لا بد أن يكون الإنسان يحمل المعاني في قلبه، لأن ما الأمة؟ أفراد. والله ذكرهم متفرقين ثم قالوا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. غاية الأمر تبدأ المعاني العظيمة أصلا في الفرد. فالمقصود الأعظم من الحج إلانة القلب لله. أعظم المقاصد من الحج إلانة القلب لله. إن قال قائل أين الدليل؟ نقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقف على الصخر ليرفع القواعد من البيت لما ارتفع البناء، ثم إن قدمي إبراهيم ظهرتا في الصخر. يقول أبو طالب في لاميته: وموطي إبراهيم في الترب رطب في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل. الشاهد من هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألان لله قلبه، فألان الله جل وعلا الصخرة تحت قدميه. وإبراهيم أول الحجاج بعد أن رفعت القواعد من البيت، وهو النموذج الأمثل ملة أبيكم إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم على إرث من إرث إبراهيم. والصفا والمروة إحياء لما قامت به أم إسماعيل هاجر عليه السلام. الذي يعنينا من هذا كله أن لين القلب هو الخطوة الأولى لأن نسعى نمضي نحو المعاني السامية للحج، لأن إذا شعر المؤمن بكينونته داخل أمته حمل بعد ذلك بقدرة الله التبعية في أن يكون فردا يتحقق منه تلك المعاني. هذا من حيث التأصيل الأول. أما التأصيل الآخر فإن أعظم ما يؤصله الحج في الخلق افتقارهم إلى الله. فالأمة على قدر افتقارها إلى الله يكون عطاء الله لها. الله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الإنسان عندما يذهب إلى الملوك، إلى الخلفاء، إلى السلاطين، إلى الأمراء، إلى الأثرياء، إلى أصحابه، ماذا يهدي لهم؟ يهدي لهم ما غلب على الظن أنه ليس موجودا عندهم. صديق لك يريد أن يتزوج، ماذا تهدي له؟ تهدي له، تسأل أقرانه: صحيح، ما الشيء الذي ليس في بيته حتى يكون له في بيته وقع؟ والناس يقدمون على بيت الله يتساءلون: ما الشيء الذي ليس في خزائن الله؟ الشيء الذي ليس في خزائن الله الافتقار. الله. فكلما من قدم إلى هذا البيت بالافتقار إلى الله عرف كيف يقدم على بيت ربه. فأعظم المعاني التي يريد الشرع تحقيقها في الناس الافتقار إلى رب العالمين جل جلاله. والأمة لابد أن تعلم أنها مفتقرة كل الفقر إلى ربها، وأنها تستمد قوتها الحقيقية من افتقارها إلى ربها. فإذا بنت كل شيء بعد ذلك على افتقارها إلى ربها سمت. والافتقار إلى الله من لوازمه القطعية السعي في مرضاته والاستغناء عن غيره، فتنفض ما في يدها من علائق الغير وتقبل على كتاب ربها جل وعلا وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فبهما تتحقق لها النصرة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا الأمة استشعرت هذا المعنى بحق وصلت في خطوتها الأولى إلى مقصودها، ثم يتبع بعد ذلك الأمر معاني أخرى. تأذن لي يا شيخ، قبل المعاني الأخرى ذكرتم أن الحج
يديب أو 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 يأخذ القلوب إلى ربها ويجعل الإنسان إنسانا جديدا بعد أدائه لهذا الحج. في حال أن الإنسان لم يجد في قلبه ذلك التأثير وذلك الخوف وتلك الراحة والطمأنينة ولم يعد بعد حجه أفضل مما كان، فما الذي ما هي المشكلة التي تتوقعون أنها عند هذا الإنسان؟ هو يعني لابد أن نفرق ما بين الحكم على صحة الحج ومقدار الاستفادة من الحج. أما الحكم في هناك حكم على الصحة وحكم على القبول وحكم على الاستفادة، ثلاث كتأصيل علمي. فالحكم على الصحة نحن نسأله هل أديت الأركان والواجبات؟ إن قال نعم قلنا الحج صحيح. أما القبول فلا سبيل إلينا لمعرفته، نحن لا ندري قبل الله منا أم لا حتى نعرف حج غيره. أما الاستفادة هي الذي بينتموه. فإذا كان الإنسان لا يشعر أنه بعد الحج قد استفاد من معاني الحج العظيمة فهذا رجل لم يستفد من تلك الشعيرة. لكن أحرج على من يدعو إلى الله من واعظ أو عالم أو داعية أن يقول إن الإنسان بعد الحج إن لم يكن منه أفضل فهذا دلالة على عدم القبول. لا، لا سبيل إلى هذا الأمر بالكلية. والكلام عن الله توقيع عن رب العالمين. الحج إذا تمت أركانه وواجباته فهو صحيح، والقبول أمره عند الله أمر مخفي. لكن مدى الاستفادة نعم، يقول بعض العلماء إنها علامات أمارات قرائن، نقبل الكلام في هذا المضمار لكن لا نتجاوزه إلى غير ذلك. لكن لا يعقل أن إنسانا يفد به الله إلى هذه المشاعر العظيمة وهذا البيت العظيم وهذه الأماكن المحرمة ويجمع بين الحل والحرم ويطوف بالبيت ويقف بعرفات ثم يخرج من ذلك خالي والوفاض من تلك المعاني، فلا ينعكس ذلك على سلوكه مع غيره من إخوانه المؤمنين. نعم، نكمل المعاني لو أذنتم شيخ. نكمل المعاني، وصلنا إلى قضية التعصيب ثم قضية الافتقار إلى الله جل وعلا، وقلنا إن هذا أصل في الأمة. الافتقار إلى الله مع الشعور باللين يجعل المؤمن يعلم أنه كثير بإخوانه، وهذا دعا إليه الدين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجمعهم في عرفات على اختلاف ألسنتهم وألوانهم دلالة عظيمة على وحدتهم وأنها من أعظم مقاصد شرعهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أذن في الناس، إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريدوا أن يأتم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق معنى الوحدة في صعيد عرفات. والمشهور عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه أكثر من 100,000، ثم ما زال الناس يتزايدون ولله الحمد تصديقا لوعد الله جل وعلا لخليله إبراهيم. المقصود أن الوحدة هذه ليست وحدة أجساد، وإنما وحدة قلوب، وحدة أجساد، وحدة هدف، كما هي وحدة كتاب ووحدة قبلة ووحدة مشاعر، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى، وحدة حتى في التفكير، وحدة حتى في قضية التفكير في عوامل النجاة للأمة، الإحساس بمن افتقر والإحساس من تعرض للخطر والإحساس من اقتصاده وصل إلى الفقر، أمثال ذلك من القضايا التي تعنى بالأمة. يجب أن يكون هناك، الناس يختلفون، فما يطلب من القادة في الحج إذا التقوا غير ما يطلب من عامة المسلمين، وما يطلب من العلماء والدعاء إذا التقوا في الحج غير ما يطلب ممن ليس معدودا في أهل العلم. وكذلك كل أصحاب صنعة مؤثرة في تاريخ الأمة، الحج طريق عظيم لأن تتحد فيه أفكارهم وقبل ذلك تتحد قلوبهم حتى ينظروا في ما تواجهه الأمة من مشكلات حتى يصلوا بأمتهم إلى ما يريدونه من رفعتها. إذا أردنا الاجتماع شيخ صالح بين أفراد الأمة الواحدة من أولئك الذين حاولوا ويحاولون أن يقسموها إلى تيارات واتجاهات ومسارات، ألا يمكن أن نستلهم من هذه المناظر خلفنا الآن وفي عرفة كما ذكرتم أنه لا بد لنا بعد أن طال الأمد في تصنيفاتنا ومذهبية يعني تفرعاتنا كلها تقسيمات كثيرة هذه التقسيمات، ألا يمكن أن يكون هذا الحج دافعا لنا للاقتراب من بعضنا أكثر؟ الحج لعل من أعظم معانيه سيد عبد الرحمن أنه يعني يقطع علينا اليأس، لا يقطع علينا الأمل، يقطع علينا اليأس. كلما يأسنا أن نجتمع
ورأينا أنفسنا في الحج تجدد الأمل وازداد في أننا يمكن أن نجتمع. كلما رأينا أنفسنا تحت هذه الخيام نجتمع جميعا، لا يوجد جميلا شيء يميز أحدا عن أحد. نعم تأتي قضية الفئات في الحج، هذه أشياء نسبية بسيطة جدا، لكن الناس في ذهابهم إلى مثلا إلى المرمى، مرمى الجمرات، تجدهم أفواج. ولذلك نحن أحيانا نفاجئ، نقابل مسؤول نسلم عليه، نقابل عالم، نقابل داعية، نقابل أخ قبلنا في محاضرة، نقابل جار، نقابل، لأن صعيد المرمى واحد، فالناس يتقابلون. نقابل شخص قابلنا مثلا في دولة ما، زرناها ذات يوم، فيتجدد اللقاء في هذه الأماكن فجأة. بعض المشاهير من الناس الذين يظهرون في الإعلام يراهم الناس يغدون ويروحون بينهم، هذه اللقاءات تبين أنما تلك القيود التي وضعها المستعمر ورمى بها أهل الفكر من في بطية الاستشراق أو في غيره لتفريق الأمة أنها تذوب. وقلنا إن الحج يقطع علينا اليأس، لا يقطع علينا الأمل، وإنما يجدد فينا أنه يمكن للأمة أن تجتمع وترتقي وتتحد قلوبها. على أنه يعني كذلك ينبغي أن يعلم أن الحج يشعر بنا المعاني قضية الرحمة. وقضية الرحمة أن الناس في مسيرتهم مثلا إلى العرفات أو إلى مزدلفة قد يرى بعضهم في بعض شيء من القصور، يعني أخ لم يتسع مكانه يأتي أحد يعينه. أهل الخير في الغالب يسهمون في قضايا الإنفاق. أنا قبل أن أتي هنا وأنا في الطريق إلى هذا المكان المبارك، والله رأيت امرأة بعباءتها تحمل سلة فيها ماء بارد، وهي واقفة تحافظ على أمرين، تؤدي أمرين في آن واحد، تحافظ على حجابها هكذا تصنع وتقدم للناس الماء، والناس يأخذون منها الماء. فلا هي بالتي نقضت حياءها، وهذا والله رأي عين، ولا هي بالتي حرمت الناس من مال المال الذي تحمله. هذا المنظر، فهي طبعا تعطي من لا تعرفهم، لكنها تعرف أنها في حرم وأنها في أشهر حرم وأنها في أيام عظام، فجمعت ما بين ذكر الله وبين حفظها لحيائها وغير ذلك من معاني الإيمان العظيمة، وبين سخائها للآخر. وهذا كله كما قلنا يدلل على أن التراحم مطلب عظيم في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة كان يقول السكينة السكينة، لأن النفس البشرية تجمح تميل مهما بلغت يعني من سمو في الخلق، لكن إذا وجد عقلاء أهل الرأي أهل الفضل بين الناس يصلحون حاله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حج على ناقته ظاهرا بينا، فيدل هذا ويرشد هذا ويعطي هذا، حتى ذلك الذي وقصته ناقته وسقط لم يكن في غيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع الناس، فمر أو مجتمعون ما بالكم فلان وقصته ناقته سقط، دلهم فقهيا على ما يصنعون، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مضى في سبيله، يتكفل أهل الميت بالميت. هذه كلها معاني رحمة. ولك أن تتخيل كيف أن يرى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيهم في ميتهم ويدلهم كيف يصنعون به ثم يمضي، هذه كلها معاني رحمة. ولذلك معاني الرحمة تستلهم أعظم ما تستلهم من حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أردف أسامة بن زيد، كان شاب أسمر نحيل يومه أسامة في 17، وناقته القصوى صلى الله عليه وسلم باركة في الأرض، والناس في وجوه أعراب لتوهم مسلمين وفي ظنهم أنه قد أزفت أن ينتقل الناس ينفرون من عرفة إلى مزدلفة، ويقول بعضهم في بعض في أنفسهم على ما بقي هذا الرجل، لماذا لا ينفر؟ والصلاة والسلام يرتقب شيئا يحدث، فيأتي أسامة غلام أسمر نحيل فيركب خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم ويضم النبي من الخلف ثم تسير الناقة. والرحمة النبوية ليست مخصوصة بأحد، منوعة. وصلت الناقة إلى مزدلفة، طلع صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر، وقف في المشعر الحرام، أدى النسك، غير، أنزل أسامة صار يجري أمام الناقة، وأردف الفضل بن عباس ابن عمه، فركب الفضل بن عباس. الفضل وأسامة متقاربان في السن، فأبو بكر على ناقته، فالكبير مثل أبو بكر هو لا يحتاج أن يردفه، لأن العلاقات بين العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق علاقة لا تحتاج إلى مثل هذا النوع من الحنان، لأن كلاهما في السن متقارب، بينهما سنتان، لكن مثل الفضل مثل أسامة يحتاجون إلى شيء من هذا.
توزع الرحمة النبوية. في مزدلفة يقول لسودة كانت امرأة فبطة: أنت روحي ارمي قبلنا. تستأذنه، يأذن له، يأخذ أبناء عبد المطلب، أبناء العباس الصغار، عبد الله بن عباس أقل من الفضل، يضرب على فخذه ويقول: أي بني عبد المطلب، لا ترموا حتى تشرق الشمس. يمضون. هذه الرحمة النبوية موزعة. نحن لو جئنا للحج قبل أن بعد أن نقرأ سيرته العطرة وأيامه النضرة وكيف حج، يمكن أن نحج ثم نشيع تلك الرحمة التي اقتبسناها من حجته صلوات الله وسلامه عليه، فنعيشها بين الناس. فإذا وجدنا أخا لنا فيه شيء من قلة العلم، فيه شيء من الضغط النفسي، يسمع عن الحج أشياء عظيمة، جاء مشحونا، نحتويه بعطائنا. إذا دفقنا عليه الرحمة وقبلنا خطأه، هو بعد غد، بعد عام، بعد عامين، إذا حج سيصبح مثلنا، تشيع رحمته بين الناس. ولو قدر له أنه لن يحج، سيأخذ تلك الرحمة من هذه البقاع، أخذها محسوسة معنويا، ثم ينشرها في بلاده. وهذا من أعظم المعاني التي دل عليها الحج. يا سلام. العائد من هذه المشاعر وهذه الأماكن وهذه الأصعدة الطيبة، الشيخ صالح يعود إلى بلاده فرحا بلقاء أهله، يقص عليهم أحاديث الحج ولياليه وأيامه وما حصل فيها، ولا يلبث أن يشتاق إلى هذه الأماكن ويشده الشوق إليها، ويتمنى لو عاد للناس وامنا. أي نعم، يتمنى لو عاد قريبا إليها. ما سر هذا الاشتياق وهذه الرغبة وهذا الحرص على العودة إلى هذه الأماكن؟ له عدة أسباب، سنقول سببا قد لا يكون مشهورا. نعم. آدم خلق من تراب. هذا التراب أيها المبارك، الإخوة المباركون جميعا، المباركات من يسمعني، أخذه الملك من قبض قبضها من الأرض. من أين قبضها؟ من عرفات. الله. ثم هذه قبضة التراب التي أخذت من عرفات مزجت بماء فأصبح الطين. ثم هذا الطين خلق منه آدم، أصبح فخار. سبحان الله. فأصبح في أجسادنا نحن العامة، أهل العلوم ما أعرف اسمهم دول، يقولون جينات. أينا. سميها ما تسميها، أي مخلوق على الفطرة يحن إلى أن يقف على الأرض التي خلق منها. الله أكبر. قال أهل العلم: من بقي على فطرته يحن إلى الوقوف بعرفات. وأنت تعلم شيخ عبد الرحمن أن عرفات من الحل. صحيح. بخلاف مك الحرم، بخلاف الكعبة ومنى ومزدلفة، هذه كلها من الحرم، إلا وادي محسر بين مزدلفة ومنى، هذا برزخ، ليس بحل ولا بحرم، لكن عرفات من الحل. ولا يقوم في الدين حج ولا عمرة إلا أن يجمع الإنسان ما بين الحل والحرم. لماذا يجمع بين الحل والحرم؟ لأن الله يقول: يأتينا من كل فج عميق. فإذا كان في الحرم ما أتى. ولهذا يتنبأ أهل مكة ومن في حقهم، أهل مكة في العمرة من أين يحرمون؟ يحرمون من خارج مكة، من الحل، حتى يجمعون بين الحل والحرم في عمرتهم، فيخرجون إلى الحل. في الحج لا نطالب فقهيا أهل مكة أن يحرموا من الحل، يحرموا من مكة. طب أين الحل؟ سيخرجون إلى عرفات في حجهم فيجمعون ما بين الحل والحرم. أما الأولون لأن العمرة ليس فيها عرفات، ليس فيها حل، فنحن نطالبهم فقهيا، يعني الشرع يطالبهم فقهيا أن يخرجوا إلى الحل. كفائدة أخرى: الجعرمانة يقول بعض المالكية، وأنا أميل إلى هذا، إلى أنها أفضل حل على وجه الأرض. سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. أيوة. ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من حل إلا من الجعرمانة، فبقية إحرامه كان كله من حرم، لأن ذا الحليفة في المدينة من الحرم. لكن بقية إحرامه عليه الصلاة والسلام هو إحرام واحد، دمر أربع عمرات: عمرة في الحج، وعمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وكله أحرم من ذو الحليفة وهي حرم، وأحرم في بعد حنين من الجعرانة وهي حل. ولهذا قلنا ذهب بعض المالكية، أظن عن بعض المالكية، وأنا لا يعنيني الأسماء، يعنيني المعلومة، أنها أفضل حل على وجه الأرض، وهو الذي يختاره. الذي يعنينا نحن استطردنا كثيرا، لكن هذه أعظم المعاني لتدعو الإنسان إذا غادر هذه الأماكن أن يعود إليها. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البرق في داج من الظلم، هذا وإن قيل في المعراج إلا أنه ينطبق شيئا يسيرا منه. ثم إن الله قال في بيته:
مثابة للناس وأمنا. قال العلماء في تفسير كلمة مثابة أن الإنسان كلما غادره حن إليه. وقد جاء في الآثار أن امرأة خرجت للحج فلما أقبلت على المسجد أصبحت تنادي تصرخ والناس يسمعون أين بيت ربي أين بيت ربي أين بيت ربي، وهم الناس يشيرون أمامك أمامك، حتى وصلت إلى البيت. فلما رأت البيت جثت على ركبتيها وسقطت وماتت. وهذا لعله في ظاهر الأمر من دلالة الصدق الذي يعنينا أيها المبارك. هذه كلها تدفع الإنسان إلى أن يحن، وهذه دلالات إيمان. من ذا الذي يبيت في مزدلفة ثم لا يتشوق إلى أن يبيت فيها مرة أخرى؟ من ذا الذي لا يأتيها هنا في هذه المشاعر المباركة ثم لا يحن إلى أن يأتي إلى خيامها ولو كان يعيش في أعظم القصور؟ أعظم القصور. وطبعا الله جل وعلا يريد من عباده أن يؤمنوا به قلبا، وأحيانا الإيمان القلبي ينجم منه ترك الترفع العقلي. الإيمان القلبي ينجم منه ترك الترفع العقلي، يعني أحيانا يقول الإنسان مو معقول أنا يعني فلان ابن فلان بيجلس في ليلة في الناس في برد وأنا على رصيف وأنام متجاور مع زيد وعمر كما الناس متجاورون في مزدلفة. من حيث الناحية العقلية نعم مو معقول، لكنه يقبل إذا علم أن فيه مرضاة الله وأن الناس ما خفت مطي دوابها إلا من أجل رضوان ربي تبارك وتعالى. وهذا وعد إلهي يأتينا من كل فج عميق. السلام. هذه هذا الحج وهذا الركن وهذه الطاعة الكبيرة لله سبحانه وتعالى، وقد أتى كما ذكرتم المئات أو عشرات الملايين من أماكن شتى من العالم من فجاج كثيرة أتوا طاعة لله سبحانه وتعالى. هنالك أنواع كثيرة أيضا من الطاعات فيما سوى الحج من الصلاة والصدقة والصيام وغيرها. كيف يمكن للإنسان سواء الحاج أو غير الحاج أن يستلذ بهذه الأنواع ويشتاق إليها كاشتياق ذلك الحاج لمرابع الحج؟ نعم، هذا شيء حسن. العبادات كلها ما شرعت إلا لتقرب إلى الرب تبارك وتعالى، فاستلهام أن العبادة شرعت لهذه الغاية العظمى يجعل المرء يكثر منها. والله يقول لخير خلقه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة. والله ذكر داود عليه الصلاة والسلام وهو نبي يوحى إليه وملك في نفس الوقت، فذكر الله جل وعلا صلاته وصيامه وترجيعه للزبور وذكره وتلاوته، وهذا كله كانت له عليه الصلاة والسلام حظ من عباده. في الحج يقول العلماء تجمع قضايا العبادة المالية والعبادة البدنية مع الذكر الذي هو أعظم ما يقال في الصلاة، إلا أن في الحج مزايا قد لا توجد في غيرها. فمثلا لا يمكن أن يصلي أحد عن أحد. نعم. والصوم اختلفوا فيه، يعني بعض المذاهب يجيزه إذا كان نذر ولا يجيز إن كان قضاء، وبعضهم يتوسع، فيها خلاف طويل بين العلماء. والزكاة المال ما في أحد يزكي مال عن أحد. الحج معناه أوسع. القائلون من أهل العلم بجواز الحج عن الغير كثير، بل هو قول الكافة قول المعظم. قد يكون في رأي لأعداد محدودة أحد علماء منعوه، لكن الذي عليه الفتوى وعليه جماهير أهل العلم ومعظم العلماء على أن الإنسان يحج عن أخيه. وهذا يدل على أن الحج له معنى آخر. يعني كنا نتكلم في الأول قضية الرحمة تواصل الأمة، حتى الحج عن الغير. حتى أن الإسلام في مسائله الشرعية فرق بين الرجال والنساء، لكن سبحان الله في الحج يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ويحج الرجل عن المرأة. وهذا يدل على أن الإسلام عني كثيرا بقضية التقارب القلبي والجسدي بشعيرة الحج. الذي نريد أن نوصله لإخواني المسلمين الذين يسمعون في كل مكان أن الإسلام إذا شرع لنا أن نحج عن الغير وأذن لنا به شرعا، قالت يا رسول الله إن أبي أدرك الإسلام شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج، أفحج عنه؟ قال نعم صلوات الله سلامه عليه، هذا إذن. وأذن أن يحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة من باب أولى،
فإذا نقول لكل مسلم يسمعنا بعد ذلك إن هذا يبين لنا أن الإسلام في بعض أركانه العظام يأذن لنا أن نهب أشياء من عباداتنا لغيرنا، فما بالنا نبخل عليهم بشيء أقل من العبادة. ولا يوجد شيء يوازي العبادة، يعني مال الدنيا لا يمكن أن يرقى إلى العبادة. فالإسلام يأذن لي أن أفعل عبادة ويكون ثوابها لغيري، وأنا أخذ ثواب الصلة إذا كان أحد يحج عن الغير، فكيف بعد ذلك أبخل على أخي بكلمة طيبة، أو أبخل على أخي برأي سديد، أو أبخل على أخي بمال أكتنزه، أو أبخل على أخي بمعروف أصنع له، وقد أعطاني الشرع الإذن أنني أتعبد وأقف بعرفات وأصنع وأغدو وأروح، وأنا قد وهبت حجي لغيري لمن حج عن غيري، يعني هذا أمر مأذون فيه. قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم ما منعه من المعروف؟ قال ثم حج عن أخيك. وهذا باب مفتوح، وهذا كله دلالة على أن الحج تتجلى فيه معاني سامية من العطاء للآخرين. ولهذا أثنى الله على الأنصار لكرمهم وشرفهم وقيامهم بواجب الأخوة للغير، وهذا من أعظم المعاني الإسلامية التي تدل عليها الحج ودعا إليها الدين، وبها يتحد المسلمون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر الأنصار يذكر فضلهم وإحسانهم ومنتهم على أنهم آووا الناس، قال أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي، وهي أبيات لغيره لكن حكاها أبو بكر ليبين فضل الأنصار. نحن سقنا الحديث عن الأنصار لنبين أن من أعظم المعاني المقصودة شرعا العطاء للغير الإيثار، وهذا يتجلى في الحج ويتجلى في غيره، لكنه يتجلى في الحج بصورة أكبر. بل إن بعض قواعد الشرع المضطردة المتفق عليها بين الفقهاء يلغى بعضها في الحج. فإن قال قائل كيف ذاك؟ قلنا إن الإسلام الشريعة الفقه الإسلامي يقول لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، وإذا حج أحد عن أحد ماذا يحصل؟ يطوف. ثم الذي يشرع بعد الطواف؟ الركعتين. عمن تقع الركعتين؟ تقع عمن حج عنه. فالقاعدة التي لا يصلين أحد عن أحد تقع هنا، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا كما يقول الأصوليون، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فيصبح حتى الصلاة التي لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد تستثنى تبعا في حال الحج. وهذا كله أستاذ الكريم يبين المعاني السامية التي يكتنفها الحج فقها وسلوكا وعبادة ودلالات. من ذكرتم أن في الحج صورا كبيرة للعطاء، من هذه الصور وقد شاهدتم وشاهد كل حاج في هذا المكان كيف يعطي ذلك الابن البار لوالده ووالدته عندما يحمله على كتفيه وعلى عاتقه لكي يذهب به إلى المشاعر وإلى الجمرات وإلى غيرها، رأينا ذلك المعوق الذي يساعده إخوته وأقرانه أو رجال الكشافة مثلا، ورجال الكشافة على سبيل المثال، بل وتلك المرأة التي رأيتموها عندما قدمتم إلى هنا وهي تبذل الخير وتعطي. هو يعني إذا أردنا أن نتكلم مثلا بإنصاف، نعم، الدولة أعزها الله وأيدها تعطي للجميع حتى يتمكن الحجاج جميعا من أداء نسكهم. ونحن من الله علينا بالحج سنين عديدة. الحج في هذا العام تنظيما لا يكاد يرقى إليه أي تنظيم سابق، خاصة في مسألة رمي الجمرات. الحمد لله. هذه صورة نضعها في القمة لأن يعني هذا هي الأبرز، أولو الفضل والأبرز. لا، هذا تقسيم الشرع، يعني الله جعل لولاة الأمر مقام لم يجعله لغيرهم. فنسأل الله أن يثيب خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي والقائمين في هذه البلاد المباركة على هذا الأمر. ثم بعد ذلك نأتي حتى للحجيج أنفسه. يعني لاحظنا في هذا العام أن كثيرا من البعثات الحج أصبح هناك توعية كبيرة للحجاج، والتوعية للحاج تنعكس عليه على نفسه، أو تنعكس على نفسه عندما الحاج يستجيب لرجل الأمن، يستجيب لمسؤول التنظيم، يستجيب لذلك الشاب الكشافة اللي يسمى بال يعني كشافة والجوالة،
هذا كله من التعاون والعطاء، والذي مرده لنجاح الحج. ونجاح الحج لا يحسب للدولة فقط ولا يحسب للحجاج فقط، يحسب للمسلمين عموما. يا سلام. لأن أنظار الغرب كلها تنظر إلى هذه الشعيرة، فإذا تعاون المسلمون مع قادة هذه البلاد مع المسؤولين فيها، تعاوننا جميعا على أن نقدم الحج في صورته المثلى، ألقمنا أفواه الأعداء حجرا. فنقول نحن نجتمع على حق وعلى فضل، ونرجو ثواب الله ونخشى عقابه، وننصرف في 5 أيام في مكان ضيق أشبه بأرحام النساء لكنه يتسع ويضيق كما يقول بعض أهل العلم. وحمل نبينا صلى الله عليه وسلم 100,000، وحملنا اليوم نحن أكثر من 3 ملايين، والمشاعر هي المشاعر والجبال هي الجبال. وحتى لو تقع وفيات بين الحين والآخر كما في بعض السنوات، إذا وضعنا النسبة لا تكاد تذكر مع 3 ملايين. صحيح. مع أن الذين يحضرون للحج على الأقل 40% منهم عجز وكبار سن، أو قل حتى لا نصبح مبالغين، 25% منهم عجز وكبار سن، صعب علي من الصعب عليهم أن يقوموا، لكن رضوان الله طلب الغاية أداء الفريضة هو الذي ساقهم إلى صحيح. إلى ساقهم إلى هذا المحفل، مع أنه يحصل في مواطن الفساد من المراقص والملاعب أو غيره ما يحصل. وعن جل من يحضر تلك الأماكن أشداء أقوياء، لا يكاد يحضرها عجوز دودب ظهره ولا امرأة لعلها لا تستطيع أن تقوم بنفسها، هؤلاء لا يحضرون تلك الأماكن، ومع ذلك ينقل وفيات وأحداث وغيرها. الذي يعنينا أن من العطاء هنا هذا العطاء الرسمي إن صح التعبير، نأتي للعطاء الفردي، ما يحصل في أثناء الطواف عندما نتعثر قدماء امرأة فتسمع استغاثات الناس وتفاعلهم جميعا في أن يحملوها ويشدوا أزرها حتى تنشل، هذه نوع من المشاعر تكون مكبوتة، فيأتي الحدث فيترجمها إلى معاني سامية بجوار بيت الله العتيق، وترى في كل مكان. حتى أحيانا الإنسان يرمي بحصيات تفقد حصاه، ما إن يقف عاثرا ماذا يفعل إلا وأخ له يعطيه حصاه ثم يكمل ذلك بالحصى، فينصرف راشدين قد لا يعرفان أحيانا لغتهما، لكن بالأعين المليئة بالمشاعر الإسلامية يشكر بعضهم بعضا على ما فيه، وأنت لا تكاد ترى فرحة أكثر من فرحة حاج أتم نسكه. يا سلام. فأنت انظر حتى خواتنا العجائز الأتراك مثلا أو غيرهم من إخواننا المسلمين أيا كانوا، وهن راجعات من الحوض من المرمى. أي نعم. يهنئن بعضهن البعض، فرحات يشدن أزرهن، يعني أين هذا ممن عائد من أماكن عاذنا الله وإياك منها. أي نعم. فرحات ربما بالانتصار على الشيطان. أي انتصار على الشيطان، الانتصار على أشياء عديدة. أي نعم. قطع المفاوز حتى وصلوا إلى هذا المكان، ثم كأنهن يعني تجذبن حديثا غير مسموع حتى يصلن إلى الجمرة الوسطى، ثم تزداد الفرحة لأن لم يبقى إلا جمرة واحدة. فإذا انتهينا منها لو قدر لهن أن يجرين لجرين ثم يشدن بعضهن بعض ويرجعن راشدات فرحات، هذه معاني عظيمة تدل على عظمة الإسلام وما يبثه في القلب. لا يأتي أحد هنا ويشعر أنه جاء لفريق يناصره ولا يدري يخرج مهزوما أو منتصرا، ولا لشيء لأخ يعبده ولا يدري يخرج مغلوب أو غالب، وإنما أتى يرغب ما عند الله. فلا يخرج أحد من المشاعر، يعني أي محفل دنيوي لابد أن يخرج فريق أحدهم فائز والآخر خاسر، أما هنا لا يخرج أحد خاسر، يخرج الناس كلهم فرحين ومغفور لهم ما تسعهم إلا رحمة الله جل الله تعالى. ذكرتم كلام جميل شيخ صالح في مسألة أنه هذا النجاح يحسب لكل الجهات، للرسميين وللحجاج عموما من مختلف أماكنهم. ألا تعتقدون أن هذا يشكل وعيا حضاريا مما يدل على أننا بإذن الله تعالى، وإن طالنا بعض الأخطاء في فترات ماضية كأمة، أن هذا الحج يقودنا بإذن الله تعالى إلى مسارات الحضارة؟ هو الصراع الآن يا شيخ عبد الرحمن جهاد ثقافي. نعم. أكثر منه جهاد عسكري. نعم. والجهاد الثقافي مع القنوات الإعلامية المفتوحة ونقل الأحداث، الواقع أعظم الشهود والصور لا يستطيع أن يكذبها أحد، فنقل هذه المشاهد بإخائها وحياتها وفرح المسلمين بها، ورغم أنه مثلا في العام الماضي حصلت وفيات يعني من المفترض عقلا أنه يقل الحج العدد، لكن الناس تتعامل مع ربي لا تتعامل مع أرقام حسابية. صحيح. فقدم الحجاج أكثر وأكثر
ووجودهم هذا العام بهذا الوضع لله الحمد الأمني والقيام بالشعائر التعبدية يجعل غيرهم يعرف شيئا كثيرا عن الإسلام لا يكاد يعرفه. ولو ألفنا كتبا ومطويات ورسائل وفعلنا ما فعلنا لا يغني هذا كله عن ساعة واحدة ننقل فيها تلك المشاعر حية. وهذا يضج بالدعاء في وضع فيه المساواة في إزار ورداء قبل أن يحلوا من إحرامهم، يدعون ربا واحدا ويتوجهون إلى قبلة واحدة، وإن قرأوا قرأوا كتابا واحدا هو القرآن. فمثلا يوم عرفة مفتي عام المملكة الدرجة الرسمية مرتبة وزير يلبس رداء وإحرام، الذي يقود المفتي يلبس نفس لباس المفتي، من حج من أمراء الدولة يلبس لباس القائد المفتي من يقود المفتي والمفتي نفسه، الحجاج الذين خلفه كلهم يلبسون نفس اللباس، ضيوف الدولة الرسميين رؤساء الدول الإسلامية ورؤساء البعثات الذين في الصف الأول أو في الثاني يلبسون نفس الرداء، صاحب آخر نقطة في عرفة آخر مكان في عرفة يلبس نفس اللبس الذي يلبسه المفتي والرؤساء الذين في الأول، والجميع لا تجد على رأسه شيء لأن الذي حكمهم واحد هو شرع الله، وأي فرد فيهم لو أراد أن يقلم ظفره لما استطاع لأنه يتعبد الله جل وعلا بهذا الأمر. فهذا نوع من المساواة وإن كان مؤقتا في أيام معدودة، لكن حتى يبين للأمة أنه بالإمكان أن تكون هناك مساواة. جميل. وهذه المساواة لا يوجد رقيب عليها إلا الله، وهذه هي المساواة الحقيقية. جميل. أما المساواة التي لا تكون إلا بالقانون فهذه مساواة مزيفة أيا كانت، لأنه متى اختل السلطان في ذلك البلد أو قل القانون أو لم يفعله القائمون عليه ضاعت الحقوق وأكل الناس بعضهم بعضا. عندما ذكرتم شيخ المظاهر الجميلة التي نراها هنا في المشاعر وذكرتم أيضا نقل القنوات الإعلامية لها، نحن نقلنا يعني عددا من الصور واللقطات حقيقة التي تبهج النفوس، بل أحيانا يشعر الإنسان بالأسى عندما يرى ذلك الكهل وقد خطت الدموع على وجنتيه، ويرى يعني كثيرا من المظاهر التي ربما لو رآها إنسان مسلم لم يقدم إلى هذه الأماكن مع استطاعته على ذلك لعزم العقد أن يأتي في العام القادم. حديثكم لأولئك الذين لم يأتوا إلى هذه الأماكن أن يأتوا إليها وألا تفوتهم الفرصة إن أطال الله في أعمارهم. نقول لهم لا يحمل المرء على ظهره أثقل من ذنبه. الله. لا يحمل المرء على ظهره أثقل من ذنبه، كل شؤم كل بلاء سبب المعاصي، قال الله جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه، ولا سبيل إلى غفران الذنوب إلا بالتوبة إلى الله. ومن أعظم السبل التي جعلها الله بها تكفر الخطايا وتمحى الذنوب وتزال المعاصي القدوم إلى بيته، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالحج جعله الله جل وعلا سبيلا عظيما إلى تكفير الذنوب ومحو الخطايا ورفع الدرجات وإعلاء شأن المسلم عند ربه تبارك وتعالى. فعلى هذا يفهم أنه من ذا الذي يخلو من ذنب؟ محال. فإذا أراد الإنسان لنفسه خيرا وعند الله قدرا شد الرحال إلى بيت الكبير المتعال وأسلم لله جل وعلا قلبه ورفع لله جل وعلا كفه وذرف لله جل وعلا دمعته وخشع لله قلبه هنالك تمحى خطاياه وتزال. ولهذا جاء في الأثر أنه يعود كيوم رجعته أمه كما في الصحيحين، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقفة واحدة للمرء مع نفسه وتذكره لتلك الخطايا والآثام تجعله يحث السير ويسعى جاهدا إن كان يعقل وأراد الله به خيرا أن يأتي إلى هذه الأماكن المباركات فيعبد الله جل وعلا فيها. ولهذا يعني ثمة خبر يتداوله الناس يروى بصيغ عدة معناه صحيح بصرف النظر عن وقوعه لمن وقع، وهو أن رجلا رأى أحدهم رأى رجلا يعصي الله عند الحرم فقال له أنا أريد أن أسألك سؤالا، الناس تأتي من بعيد بذنوبها لتضعها هنا، أنت عندما تحمل ذنوبك من هنا أين تضعها؟ أين تذهب؟ فإذا واحد عصى الله إلى أحدهم عصى الله جل وعلا في هذه الأماكن وأخذ ذنبه معه إلى أين سيذهب حتى يغفر له؟ هذه المواطن تسكب فيها العبرات،
تمحى فيها الخطايا، ولهذا الشيطان يكون في منتهى الاندحار يوم عرف إلا ما روي يوم بدر. وهذا كله لما يرى من تجلي رحمة الله جل وعلا. وحتى الجمار قد يظن الناس قضية شيطان، هي شعائر تقدم يذكر الله فيها، ولهذا النبي يرمي الجمرة ثم يأخذ ذات اليسار في الأولى ثم يرفع يديه يدعو، لأن مظنة إجابة بمقدار ما تقرأ سورة البقرة، ثم يأخذ الجمرة الوسطى ويغير الاتجاه تنوع، لأن الأرض شواهد تخبر، فيأتي ذات اليمين ويجعل الجمرة على يساره ويرفع يديه يدعو، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ويمضي، كأنه يقول لنا ادعو هنا وادعو هناك، ولا تعتقد أن الدعاء وحده هو الكافي، لا بد من رحمة الله، فلا حاجة لأن تدعو في الأخيرة، فشيء عليك وشيء يتكفل الله جل وعلا به. وهذه معاني مندثرة، وكل يفتح الله جل وعلا عليه ما يفتح في استخراج ما في الحج من كنوز. وليس ودين الله جل وعلا وكتابه ومعاني الإسلام أجل وأعظم من أن يحويها الله في قلب رجل واحد يمثها للناس، لكن هذا يعلم شيئا وذاك يعلم أشياء، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هنا فضيلة الشيخ في منى وفي المشاعر انتصر هؤلاء الحجاج على أنفسهم وعلى الشيطان، ولكن الشيطان بالمرصاد لبني آدم إلى أن يورده موارد الهلاك، فما هي المواطن الأخرى والأسلحة الأخرى التي يمكن للإنسان المسلم أن يتغلب بها على الشيطان ويبعده عن طريقه في دقيقتين لو أذنت؟ الدقيقة يعني نقول ابتداء، أنا أحب التأصيل، الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، العاقل لا يترك عدوه، حتى وأن تقرأ القرآن يأتيك عدوك أطبق القرآن واذهب إلى عدوك. نحن الآن أين؟ في أول منى. نعم. هنا يا شيخ عبد الرحمن بعد قليل. جميل. في غار في الجبل هذا نفسه. نعم. في غار، هذا الغار كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في منى يقرأ القرآن على أصحابه، معهم عبد الله بن مسعود. نعم. يقرأ عليهم والمرسلات عرفا، من الذي يقرأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يسمع؟ الأصحاب. من الذي نزل بالقرآن؟ جبريل، خرجت حية. قال صلى الله عليه وسلم هذه عدو لكم اقتلوها، لأنها عدو قطع صلى الله عليه وسلم قراءته وأمرنا بقتلها فلم يدركوها دخلت. موضوع الشاهد، الشيطان أعظم عداوة من الحية، وإن كان بين الحية والشيطان نوع من العهد، ولذلك ابن عباس كان إذا رأى الحية يقول اغفروا ذمة إبليس اقتلوها، لأن يقولون إن إبليس قال للحية أدخليني الجنة وأنت في ذمتي. نقول بعد هذا كله الشيء إذا تبين لنا أن الشيطان عدو، فأول الطرائق في التخلص منه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم مخالفة المرء لهواه الذي يوسوس فيه الشيطان وينزغه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأولى حقائق التأصيل أن نعرف أن الشيطان عدو يجب أن نجتنبه، فإذا عرفنا أنه عدو سهل بعد ذلك بعد أخذ العلم بأن الإنسان يتقي الله جل وعلا فيما يقول. وقد من الكلام الذي يكرر أن دل القرآن عليه وما دل القرآن عليه لا يضر تكراره، أنه يقف خطيبا يوم القيامة يتبرأ من أصحابه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، نعوذ بالله من الشيطان وحزبه. إذا الاستعاذة يا شيخ هي معرفة أنه عدو. أي نعم. ثم الاستعاذة ثم مخالفة هواه ونزغات الشيطان. جميل جدا، أشكركم شيخ صالح في ختام هذا اللقاء الذي سعدت كثيرا. أنا كذلك الله يعني. وأيضا لا أشك في أن المشاهدين أيضا كذلك كانوا سعيدين بالالتقاء بكم عبر شاشة المجد والاستماع إلى حديثكم. شكر الله. نعود فنلتقيكم بإذن الله الشيخ صالح وبالمشاهدين الكرام بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى، سواء هنا على صعيد منى الطاهر أو على أو في أماكن أخرى بإذن الله تعالى. شاكرين لكم متابعتكم، وشاكرين أيضا لكم المشاهدة وحسنها. سنبقى بإذن الله تعالى متواصلين معكم من هذا المكان، ننقل لكم اللحظات الأخيرة لمغادرة هؤلاء الحجيج إلى هذه المشاعر الطيبة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راحلين إلى